حطينا حلقة الرابع. سؤال بس، ما فيكم واحد شاعر؟ أنا بس نمشي بعد. أنا كنت أتمنى واحد منكم يطلع ويجي يقول يشارك يعني. جميل. كذا أنا هذه كنت تمنيتها. تمنيتها وما بغيت أقولها. أو منشد شيلة. أي شيء. يدخلون ب. ونواف لمح قال شغل لنا شيلة سو شيء. قربنا حنا ما عاد يمديها. نعم. أوكي يلا جميل. هنا النقطة اللي أنا نقولها أبغى لمسة إبداع. يا أخي أقول لكم شيء. أنتوا إعلاميين مستقبل. وجودك على مسرح وكاميرات وبث مباشر وجمهور أظهر جزء من موهبتك. صح 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 ولا لا؟ صحيح. تمنيت إن واحد يسويها وما كنت أبغى لمح لها أبدا، بس ما حد سواها مع الأسف. فيها نقطة واحدة اللي هو الرئيس، ممكن عبد العزيز، وممكن عبد العزيز ومخلد هم اللي كانوا ودودين معه. صحيح. وهو اللي عزمهم، هم اللي جوا وش اخبارك شو الامور، الباقيين هلا بالخير نمشي. صحيح. فهذه تسمى اللي هي اللحظه، يعني لحظه العريس هي النقطه الثانيه. اهني عبد العزيز ان لما جاء اخذني على جنب وقدم النصيحه. اهني مخلد لما جلسنا على السفره تعارف معي ايضا. عبد العزيز في البدايه تعارف معي. طبعا المفروض انا اعرف الشباب، ما يحتاج يعرفهم، انا الجار الغفيف اللي بزعجهم. اوكي فيعرفوني. الاثنين البقيه جلستوا معنا على السفره، كان ما لكم حضور في المشهد. هنا النقطه لما جيت قلت ابرز حضورك في المشهد. اتكلم معك قمت من على طول ما هم مدرين في المشهد ككل، مش لازم معي انا. ما حد عزمنا. عبد الرحمن انت شفت حضور لايمن ونواف؟ لا ما شفتهم للامانه حضور نهائيا، يعني لا سواء بالعشاء ولا سواء عند العريس ولا سواء اللي هو الحضور الثانوي مثلا. عند العزيز عرف فيك اول ما جاء، هم من راح هم جاء ثاني ونصحك. مخلد كان له هنا تواصل معك، بعدين كان له تواصل مع العريس. فهذه حضورهم كان يعني ما جلسه السفره العشاء كانت رائعه في التواصل، في نبرة الصوت، في كل شيء كانت رائعة في جلسة العشاء. بس في المناسبة ككل أين حضورك؟ أين حضورك؟ يعطيكم العافية. في سؤال مخلد، أحس مخلد عندك شيء ودك تبي تطلعه، يعني ودك شيء، في شيء ودك تقوله يعني. وين الحين قصدك؟ لا قبل تو يعني. هو كذا بالمشهد أحس إنه عندك شيء ودك تطلعه، بس كأنك متردد. أو لا بس كلام مع العريس بغيت اقوله. ايوه فشوف كيف التردد بان عند. صحيح. عند مخلد. شوف هذه نقطه لاحظها. فطبعا نصيحه دائما اي خاصه مناسبات او زي كذا هي جزء من الثواني، فلازم تستغل الوقت. لا انا تصورت مع العريس وباركت له يعني وقلت حياه سعيده، بس في اشياء ثانيه ما ودي انها تطلع يعني نصائح كذا. جميلين جدا جدا جدا، اتمنى لكم التوفيق، موفقين. يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه جميعا. اللي قاعد اشوف للامانه يا جماعه الخير وليست مجامله، ما شاء الله تبارك الله.